تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد الدكتور أحمد زويل حين تحولت مصر كلها إلى سرادق عزاء. الأسبوع الماضي أو الأيام الفائتة كلنا تابعنا صدمة الشعب المصري في رحيل عميد العلم العربي الدكتور أحمد زويل، وشفنا ثلاث عزاءات كبرى: عزاء في جامع المشير طنطاوي، عزاء القاهرة، وعزاء إلى جوار مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، عزاء محافظة كفر الشيخ، وعزاء الإسكندرية جامعة الإسكندرية، ثم عزاء رابعا في دمنهور عاصمة محافظة البحيرة. وفي كل المناسبات الأربعة طبقات كتيرة جدا من المجتمع تواجدوا، سواء في القاهرة أو كفر الشيخ أو إسكندرية أو دمنهور، والكل ذهب ليعزي نفسه وليعزي الشقيقات الثلاث: السيدة هانم زويل الشقيقة الكبرى للدكتور أحمد زويل، والسيدة سهام زويل الشقيقة الوسطى للدكتور أحمد زويل، والسيدة نانا زويل الشقيقة الصغرى للدكتور أحمد زويل. والحقيقة في العزاءات قابلت اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اللي عمل ترتيبات مهمة جدا الحقيقة، وكان عزاء فيه الآلاف الذين ذهبوا لتعزية الأسرة ولتعزية المحافظة ولتعزية أنفسهم في فقيد العلم العربي والعالمي الدكتور أحمد زويل. وأيضا في الإسكندرية كان المحافظ محمد عبد الظاهر والدكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية وكافة أساتذة كلية العلوم جامعة الإسكندرية موجودين في استقبال المعزين. وفي دمنهور قابلت الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة قبل الترتيبات للعزاء، واختار موقع مهم جدا داخل دمنهور، وكان دمنهور كلها في حزن وهي بتستقبل شقيقات الدكتور زويل من أجل إقامة العزاء. ملاحظات حول العزاءات الأربعة: واحد، زي ما قلت لحضراتكم إن كل الطبقات جت، من السيد رئيس الجمهورية في الجنازة العسكرية، إلى المشير طنطاوي في عزاء مسجد المشير طنطاوي، السادة المحافظين في عزاء المحافظات، إلى الناس البسيطة جدا جدا واللي جاية بملابس عادية، رجالا ونساء ذهبوا للعزاء. المجتمع بكامله بكل طبقاته ذهب للعزاء. اتنين، ضريح الدكتور أحمد زويل عرفت من اللواء صلاح العزازي انه كان بيكلمه ويقول له اخبار المشروع ايه، دكتور صلاح، اللواء صلاح العزازي من مدينة زويل. لما كان دكتور زويل قبل سنة بيسأل اخبار المشروع ايه، يقصد مدينة زويل. انما اخر ست شهور لما اشترى ارض المقبرة في 6 اكتوبر، لما كان بيسأل اخبار المشروع ايه، يقصد اخبار مشروع مقبرة الدكتور احمد زويل ايه. فاعتبر في 6 شهور الأخيرة إن المشروع اللي مهتم بيه واللي بيتابع بناؤه وبيتابع انتهاؤه هو مشروع المقبرة وليس فقط مشروع الجامعة أو المدينة. إحساس بقرب النهاية ونهاية المشوار، وكان بيتابع بنفسه المقبرة حتى اللحظات الأخيرة. 3، السيدة نانا زويل الشقيقة الصغرى للدكتور أحمد زويل قالت لي كان الدكتور أحمد زويل في العادة لما يجي يزور العائلة يستنى لما يصل القاهرة علشان ما تتعبوش اتصالات، انت وصلت فين، الطيارة فين، بقيت في أي مطار، القلق المصري الطبيعي على أهالينا لما بيكونوا جايين من سفر. فكان دكتور زويل بيعفيها ويستنى لما يصل القاهرة فيكلمها يقول لها أنا في القاهرة وهنتقابل يوم كذا. ولما كانت تسأله هتيجي إمتى كان بيدي كلام عام إن لما آجي هكلمك. إلا هذه المرة دكتور أحمد زويل قال لنانا زويل شقيقته أنا هاجي بعد العيد، فأول مرة في اتصال يحدد موعد وصوله إلى مصر، وكان المشوار الأخير. 4، جامعة الإسكندرية منتهى المسؤولية الحقيقة. جامعة الإسكندرية واخدة الترتيب السنة دي طبقا للتصنيف الأسباني العالمي، الجامعة الأولى في مصر والجامعة رقم 3 في العالم العربي،
وواحدة من أكبر الجامعات في العالم. ترتيب جامعة الإسكندرية طبقا للتصنيف الأسباني العالمي المرموق مرة أخرى الجامعة الأولى في مصر، متفوقة على جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وغيرها من الجامعات المصرية. جامعة الإسكندرية بتجهز لحفل تأبين عالمي أوائل عام 2017، كمان هتخصص جائزة عالمية زي كده، جائزة نوبل، جائزة زويل، بنفس المكانة العالمية أو تقارب هذه المكانة العالمية. علشان نكون موضوعيين، هتبقى أكبر جائزة في العالم العربي والشرق الأوسط، وزي ألفريد نوبل مكان عالم واتعملت له جائزة نوبل، دكتور أحمد زويل هيبقى فيه جائزة أحمد زويل العالمية على غرار جائزة نوبل، هتبقى من جامعة الإسكندرية. زي جائزة نوبل من بنك السويد، هتبقى جائزة زويل من جامعة الإسكندرية. وزي ما ألفريد نوبل عالم اتعملت له أكبر جائزة في العالم، دكتور أحمد زويل أعلم بكثير من ألفريد نوبل، وإن شاء الله تكون جائزته لها المكانة العالمية المرموقة. طبعا بأضيف لحضراتكم أن في جائزة في أمريكا اسمها جائزة أحمد زويل، وهي جائزة كبرى في أمريكا. ومن المدهش أن الدكتور مصطفى السيد العالم الكبير واللي كان أستاذ الدكتور أحمد زويل حصل على جائزة تلميذه الدكتور أحمد زويل، وده درس في الأخلاق وفي العلم، لأن كان في ناس بتقول كلام ما ينفعش من الناس اللي هاجموا الدكتور أحمد زويل واللي قالوا اسم الجامعة تحمل اسمه، المفروض ياخد أرقام كبيرة جدا علشان يسمح إن الجامعة تحمل اسمه. فبقول درس في العلم والأخلاق، الدكتور مصطفى السيد اللي قلده الرئيس الأمريكي وسام على تاريخ العلم المجيد واحد أكبر العلماء في العالم، وهو أستاذ الدكتور أحمد زويل، حصل على جائزة أحمد زويل وراح تسلم الجائزة. فشوف لما أستاذ عالمي ليه مكانة عالمية كبيرة جدا يروح يتسلم جائزة تلميذه بكل فخر. فنأمل إن شاء الله أن جائزة أحمد زويل العالمية في الإسكندرية تكون لها المكانة الكبرى ومتفوقة على جائزة أحمد زويل الأمريكية. خمسة، مصر كلها زي ما قلت لحضراتكم كانت في حالة حزن وصدمة، ولو فتح الباب لاستمر العزاء لمدة طويلة جدا في جميع محافظات مصر. والنقطة التالية، طبعا في تآكل في القوة الناعمة المصرية. احنا كل شوية بنفتقد علم من أعلام مصر، ولا شك كلنا شايفين في شموع كبرى بتنطفئ في هذا الوطن، والقوة الناعمة لابد أن تخطط ولابد أن ترمم. لازم نعترف أن مصر بتفضى من الشخصيات العظيمة والشخصيات الاستثنائية والشخصيات التاريخية، وما ينفعش مصر تفضى كتير بهذا الشكل. لما نشوف مصر كان زمان فيها أسماء قد إيه ووزنها قد إيه، ولما نشوف هبوط مستوى الأسماء وهبوط وزن الأسماء البارزة والمشهورة في مصر، لما نشوف مشاهير مصر زمان ومشاهير مصر دلوقتي، احنا في خطر. مشاهير مصر دلوقتي اغلبهم لا يصلح انهم يكونوا مواطنين، مش مشاهير. مشاهير مصر دلوقتي لا يليقوا بمصر، ولازم مصر تخطط لترميم القوة الناعمة، وانها تعوض من كسر في جدار القوة الناعمة المصرية. والدكتور احمد زويل كرأس القوة الناعمة المصرية برحيله، وكتير من القامات اللي موجودة في مصر احنا شايفين تقدمهم في العمر، متعهم الله جميعا بالصحة والعافية، يبقى احنا لازم نخطط لترميم القوة الناعمة المصرية. ما ينفعش مصر تفضى، وما ينفعش مصر تطفي، وما ينفعش شموع الوطن تتآكل وتطفي شمعة وراء الأخرى. لابد أن نوقد شموع أخرى بنفس المستوى، مش ناس مستوى رديء ورقيق نقوم نشهرهم إعلاميا علشان يحلوا محلهم، لا، لكن لابد من علماء ومفكرين وأدباء ومثقفين وكل ركائز القوى الناعمة، لابد أن نخطط لتعويض من كسر من القوة الناعمة المصرية. والملاحظة الأخيرة، مدينة زويل، طبعا للأسف إن شفناها أغلبنا اللي شاف مدينة زويل شافها في جنازة العالم الكبير الدكتور أحمد زويل، إنما المدينة الحقيقة شكلها رائع ومبهج، ومستقبلها واضح تماما ان هيكون مستقبل عظيم.
لأنها كانت واقفة على المشاكل اللي عطلت هذه المدينة سنين طويلة. لازم كنا نشتغل على دعم مدينة زويل، التبرع لمدينة زويل، الاستجابة للرعاية الرئاسية من السيد الرئيس لما طلب نتبرع لمدينة زويل، لأن احنا في أمس الحاجة لهذه المدينة. دي مش مجرد جامعة، دي مش مجرد أكاديمية، دي مش مجموعة كليات وأقسام، دي العاصمة العلمية لمصر. مصر لن تنجح في المستقبل إلا بنجاح هذه العاصمة العلمية، لأنك هتجيب فلوس منين؟ هتجيب موارد للحياة منين؟ لازم اقتصاد. الاقتصاد يجي منين؟ يجي من المعونات. الاقتصاد يجي نمد ايدينا للخارج. هنستمر بهذا الشكل اذا ما كناش نقطع هذا الطريق ونبدا ننتج بانفسنا. طب ننتج ازاي؟ ما لم يكن العلم متقدم والتكنولوجيا متقدمه لا مصانع ولا تصدير. وطالما بنصدرش مفيش جنيه هيصمد قدام الدولار، مفيش مستقبل لهذا الوطن. إذا في مستقبل لهذا الوطن، وإن شاء الله له مستقبل عظيم بإذن الله، ويكون لنا المكانة الرائدة كما كنا باستمرار، إنما البداية هي من العلم. إذا نجحت مدينة زويل نجحت مصر، وإذا فشلت مدينة زويل معناه أن مصر في خطر، لأن العلم هو البداية وهو نقطة الانطلاق إلى التقدم الاقتصادي وإلى حياة كريمة للمصريين. وما لم ننجح في معركة العلم لن ننجح في أي معركة أخرى في السياسة أو الاقتصاد. مدينة زويل العاصمة العلمية لمصر والشرق الأوسط، ومن هنا نبدأ. رحم الله العالم الكبير الدكتور أحمد زويل، عميد العلم العربي وكبير العلماء العرب. اثنين، هل يجرؤ أردوغان على استقبال جولن في سجون تركيا؟ وزير الخارجية التركي قال إنه الأمريكان بقوا يدوا إشارات إيجابية لتركيا إن جولن ممكن يتم تسليمه أو ترحيله من أمريكا. وزير الخارجية التركية متفائل إن ممكن جولن يتم ترحيله، وقال إن الرسائل القادمة إيجابية. طبعا في مذكرة اعتقال إن لو تم ترحيله يذهب إلى تركيا بتهمة الانقلاب، والعقوبة اللي بتنتظره الإعدام. المدهش ما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية إن جولن قال إن لو عشر الاتهامات اللي أردوغان بيوجهها له سليمة، هو مستعد يسلم نفسه للسلطات التركية وياخد أشد العقوبة. السؤال، هل أردوغان يستطيع إن هو يستضيف في سجون تركيا فتح الله جولان؟ هل يجرؤ أردوغان؟ نمرة واحد في تحليلنا لهذا الأمر، جولان هيبقى خوميني آخر، وأردوغان ما يقدرش على تمن وجود جولان في سجون تركيا. نمرة اتنين، جولان مش سهل، ده ملهم لملايين وعنده ملايين الأتباع داخل تركيا. ولازم نعرف ان موضوع الانقلاب في اطاحة بناس كتيرة مهمة في كل مكان. اللي يشوف جولان يقولك يبقى جولان كان بيحكم تركيا لما هو في الجيش والشرطة والقضاء والاعلام والتعليم والمخابرات ومكتب رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية. طب خلاص يبقى جولان فعليا بيحكم تركيا. فانت لما تشيل جولان وجولان يكون موجود وملهم في سجون تركيا، يبقى نيلسون مانديلا جديد بالنسبة لأنصاره اللي شايفين هو بريء من هذا الأمر. في هذه الحالة أردوغان هيكون في موضع ضعف، لأن جاب خوميني آخر إلى جواره في سجون تركيا. لما نشوف الناس اللي خرجوا، بنتكلم على 26 جنرال من كبار قادة الجيش التركي، 26 من القادة الكبار. بنتكلم على 32 دبلوماسي. يعني تركيا أردوغان في منتهى العنف في التعامل، حول 32 دبلوماسي في سفارات تركيا حول العالم للتحقيق. ال 32 هربوا، مش موجودين حاليا في سفارات تركيا حول العالم. فانت عندك تقريبا 32 دبلوماسي، وعندك 26 جنرال، عندك 100 ضابط مخابرات تركية،
برضو أحيلوا التحقيق. عندك 250 من مجلس الوزراء، عندك 5000 من التعليم، وآلاف من الجيش والشرطة والقضاء والإعلام. يعني بلد، كوكب خاص، كوكب فتح الله جولان، أو جولان لاند، أرض جولان زي بعض التعبيرات في بعض المواقع التركية. إذا جولان بهذه القوة، وإذا اللي خرجوا بهذه الأهمية رئاسة وحكومة ومخابرات وجيش وشرطة وقضاء وإعلام ورجال أعمال، إذا كل دول وجولان بقى موجود في السجون ملهم ليهم، يبقى في هذه الحالة فشل الانقلاب، لكن ممكن تنجح ثورة، مش انقلاب بقى، ثورة على الرئيس أردوغان. أيضا ممكن حد يقول لا، أردوغان نجح إنه يشوه صورة جولان، وصعب يكون ملهم أو الناس تخرج في ثورة لما تلاقي مانديلا تركي موجود في السجون. الحقيقة هذا الكلام مش دقيق قوي. ليه؟ لأن مفيش حاجة حقيقية ماسكها أردوغان على جولان. موضوع الانقلاب هو فيه أكد أنه بريء، لأنه حتى لو ورا الانقلاب أعتقد مستحيل تكون سجلت له مكالمة أو صورت له لقاء. مستحيل حد بهذا الذكاء وبهذه الحصافة وعامل جماعة عالمية بهذا المستوى لو بيدبر انقلاب، مستحيل تجد أي دليل عليه. يبقى سواء هو متورط أو مش متورط، في كل الأحوال لن تستطيع من الناحية القانونية تثبت ده. الأمر الثاني إن جولان المعركة اللي بينه وبين أردوغان هي معركة متعلقة بمكافحة الفساد، فده يعلي مستوى جولان، لأن جولان أستاذ أردوغان وصديقه. إمتى اختلفوا؟ 2013، ده بس من 3 سنين. اختلفوا ليه؟ لأن في قضية فساد تخص رجال أردوغان، والقضية ديت اللي بيحقق فيها قضاء وشرطة قال أردوغان هم موالين لفتح الله جولان. يبقى إذا فتح الله جولان ضد الفساد، فتح الله جولان مع الشفافية، فتح الله جولان عايز يحاكم حتى لو كانوا رجال أردوغان. ده يعلي اسمه ومكانته عند الشعب التركي. يبقى إذا هو لو بريء من الانقلاب وكان بيكافح الفساد، وعشان بيكافح الفساد أردوغان أطاح بيه وخلاه موجود في الخارج، وعشان بيكافح الفساد أردوغان اتهموا بالانقلاب، وناس مهمة كتيرة جدا اتهمت بالانقلاب وخرجت. الناس دي كلها هتكون وقود لثورة أو لحركة تمرد واسعة في مواجهة أردوغان. علشان كده لو حضرتك سألتني هل تعتقد مصلحة أردوغان إن فتح الله جولان يتم تسليمه، أقول لك ليس من مصلحته. ولا يجرؤ أردوغان إذا فكر بحكمة إنه يستقبل جولان في سجون تركيا. وأحسن له إذا تم ترحيل جولان من أمريكا إنه يروح أي بلد آخر، لأنه لو جه هيكون بالنسبة للشعب التركي مانديلا جديد، وعنده أنصار في كل المؤسسات، وعنده ملايين الأتباع، وبريء من الاتهامات، والرجل الأول في مكافحة الفساد. كل ده يخليه رمز لثورة ضد أردوغان. يبقى في هذه الحالة أردوغان لم يسقط بالانقلاب، ولكنه قد يسقط بالثورة. إذن أردوغان لا يجرؤ على استقبال فتح الله جولان في سجون تركيا. ثلاثة، حرب الجودو، عدم المصافحة التي هزمت إسرائيل. جدل كبير جدا على اللاعب المصري اللي كان بيلاعب لاعب إسرائيلي في الجودو وانهزم ورفض مصافحة اللاعب الإسرائيلي. كان في 3 سيناريوهات. السيناريو الأولاني اللي هو السيناريو اللي حصل مع السعودية، اللاعبة السعودية اللي هي عملت نفسها مصابة فما قبلتش اللاعبة الإسرائيلية. يبقى هو لو كان عمل نفسه مصاب ما كانش هيقابل اللاعب الإسرائيلي ولا يتم توقيع عقوبات لأنه هو مصاب. السيناريو الثاني إن يقابل الإسرائيلي ويهزمه وما يسلمش عليه. السيناريو الثالث هو قابل الإسرائيلي وانهزم وما سلمش عليه. البعض بيقول ليه ما سلمش عليه، دي رياضة مش سياسة، وكان الأنسب إن هو يسلم عليه. في تحليل ذلك أقول ما يلي. نمرة واحد، هو مش أول واحد في أولمبياد البرازيل ما يسلمش على الطرف الآخر، لأن لو احنا متابعين كويس أول رفض المصافحة مش اللاعب المصري للاعب الإسرائيلي، وإنما لاعبة أمريكية للاعبة روسية.
رفضت اللاعبة الأمريكية إنها تصافح اللاعبة الروسية بعد المباراة. دي تاني مرة في البرازيل 2016 في هذه الأولمبياد اللي فيها حد ما يصافحش حد. اشمعنى لما المصري ما يصافحش إسرائيلي يطلع كل هذا الكلام، ولما الأمريكية ما تصافحش روسية ما يطلعش أي كلام أو يبقى الكلام اللي يتقال معقول؟ نمرة اتنين، البعض بيقول لأن هو انهزم فقال يعمل جو فما يصافحش. كلام فارغ وكلام جاهل، لأن اللي عنده اطلاع يعرف إن احنا قبل كده في الجودو قابلنا إسرائيل وهزمنا إسرائيل ولم نصافح. وهنعرض بعد كده لحضراتكم اللاعب المصري اللي فاز على إسرائيل قبل كده مرتين ولم يصافح اللاعب الإسرائيلي. إذا مش موضوع الهزيمة، لأن قبل كده لما فزنا ما صافحناش ولما تهزمنا ما صافحناش. يبقى إذا موقف لاعبينا هو عدم المصافحة، مالوش علاقة بأن هم فازوا أو هم انهزموا. نمرة ثلاثة، هل هو اللاعب الوحيد أو المصريين بس اللي بيصافحوش الإسرائيليين؟ الإجابة لا، لكن أغلبهم مصريين. لكن في اللاعب الفرنسي اللي كان في مباراة كرة القدم ورفض أنه هو يصافح الفريق الإسرائيلي. ولو جبت لحضرتك عدد المرات اللي فيها لاعبين رفضوا يصافحوا إسرائيل بالذات هتلاقي مرات عديدة جدا. النقطة التالية، اللاعب المصري لعب المباراة وبعد الهزيمة انسحب ورفض ان هو يصافحه، لكن لا هتف ولا عمل مظاهرة ولا عمل نفسه في ميدان التحرير ولا وقف يقول كلام كبير ولا علق يافطة. هنا بمنتهى الاحترام والاتزان رفض ان يصافح الاسرائيلي. اذا هو لم يمارس عمل سياسي ممنوع. النقطة التالية، كلام اللجنة الأولمبية كلام دقيق. هما قالوا احنا طلبنا منه، والحقيقة اللي صاغ ده أحيي اللي صاغ بيان اللجنة الأولمبية لأنه في منتهى المهارة، ما قالش إن اللجنة الأولمبية قالت له تصافح الإسرائيلي، إنما قالوا قلنا له التزم بقواعد اللعب. وجم في عدم المصافحة قالك هو الذي لم يصافح. يبقى إذن في هذه الحالة يبقى ده سلوك شخصي، مفيش عقوبة سياسية عليه. لما نحسب هذا الموقف بكامله هنقول ان موقف فيه سياسة. مين قال ان كرة القدم او كل الرياضة الجودو او غيرها ما فيها السياسة؟ كاس العالم سياسة، الدورة الأولمبية سياسة، معظم الألعاب الرياضية سياسة. وقبل كده كان في حرب في أمريكا اللاتينية بسبب مباراة في كرة القدم. مين قال ان الرياضة ما فيها السياسة؟ ينبغي ما يكونش فيها سياسة، لكن فيها سياسة. اللاعب المصري أراد أنه هو يقول أن مش مهم المباراة، بس لازم إسرائيل تعرف أن موقفها غير الإنساني وغير الأخلاقي مع الأمة العربية، وموقفها الإجرامي مع الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يفوت. مش مهم المباراة، بس لازم يقول للعالم كله أن بلاعب دولة، هذه الدولة دولة مجرمة وفيها نظام مارس إرهاب الدولة، وهذا النظام قتل الأبرياء في فلسطين، وينبغي ألا ننسى آلاف الأبرياء قتلوا في فلسطين، وآلاف الأبرياء قتلوا في حروب سابقة من المدنيين قتلتهم إسرائيل. اللاعب أراد ما هو أهم من الجودو وما هو أهم من المباراة. عدم المصافحة لفت النظر إلى جرائم إسرائيل، ولو صافح ومضى لما انتبه العالم. دعك بقى من الفيسبوك اللي هيهاجمه، لكن بتكلم العالم مش هينتبه. العالم انتبه لأنه لم يصافح، العالم انتبه إلى إرهاب الدولة في إسرائيل لأن اللاعب لم يصافح. إنها عدم المصافحة التي هزمت إسرائيل. للجهلاء اللي بيقولوا لأن اللاعب المصري انهزم ما سلمش، طيب أدي مقطع الفيديو اللي فيه مباراة ضمن مباريات أخرى فاز فيها اللاعب المصري على إسرائيل ولم يصافح أيضا. حرب الجودو عدم المصافحة التي هزمت إسرائيل. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي.
أبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تحدي.